بس هنروح لزميلنا محمد توفيق ومعاه كابتن سامي وصام مدرب النادي الاهلي. اتفضل يا محمد. تحياتي ليك كابتن ايمن ولضيوفك الكرام. يمكن مباراه ولا اروع للنادي الاهلي، مباراه كبيره في ظل توقيت سواء ضغط مباريات او اجهاد للاعبين ويؤدوا بالشكل دوت الاداء الرجولي دوت، فاعتقد يعني مباراه كبيره جدا بنحييهم عليها. ويسعدنا يكون معانا كابتن سامي امصار مدرب العام الفريق. يعني كابتن بنحييكم قبل الفوز كمان الاداء النهارده، يمكن في ظل الاجهاد بتاع ماتش الام بي يوم السبت النهارده ثلاث مع المصري، مباراه صعبه لكن بسم الله ما شاء الله. يمكن الشوط الاول تسايد تكتيكي، الشوط الثاني كمان يمكن اداء ولا اروع في ظل الاجهاد كمان، يمكن شايفين اكتر من هجمه النادي الاهلي في اخر 3 4 دقايق. يعني طبعا تحدي كابتن ايمن وضيوفه، وزي ما انت قلت مباراه تكتيكيه عاليه جدا، لكن احنا حذرنا يعني اتكلمنا في النقطه قبل كده وقلنا الاجهاد اللي اللعيبه بتعاني منه. يمكن النهارده كان عانينا منه في فترات كتيره من المباراه، لكن الحمد لله طبعا على النتيجه، ونتيجه مهمه جدا بالنسبه لنا. وبشكر طبعا اللعيبه على الاداء دوت والجهد دوت، واتمنى ان شاء الله بقى يعني زي كالعاده يعني الماتش اللي جاي ربنا يكرمنا ويعين اللعيبه. يعني الموضوع صعب جدا، يعني يمكن انا حتى بعد ماتش سموحه اتكلمنا في النقطه ديت، وكل الناس سواء كاب سيد وكل الناس اللي بتنتمي النادي الاهلي اتكلمت في الموضوع ديت، لكن اعتقد ان خلاص ده بقى خلاص حاجه واقع لازم تعيشه. يعني فممكن في فترات يعني ممكن المباراه كانت اللعيبه مجهده جدا جدا جدا، يعني حاولنا ان احنا نعمل تغييرات تكتيكيه تساعدنا في اوقات كتيره من المباراه، الحمد لله ادتنا افضليه وادتنا نفس كويس والحمد لله على النتيجه. طبعا كابتن سامي يمكن شغلكم باين في الملعب، جمل مش بتتكرر بس في نفس المباراه، لا ده جمل كمان اتكررت في المباراه السابقه وبتتكرر النهارده وبيحرز منها اهداف. اعتقد شغلكم باين يعني كويس ان الشغل الفني دوت في الوقت والضغط والعصبي والبدني في التوقيت دوت انه يضغط بالشكل دوت، فاعتقد ان ده اداء تشكر عليه. طبعا الراجل الحمد لله بيركز في الحاجات ديت، ويمكن زي ما انت قلت اجوان متكرره جدا الحمد لله، وجمل الراجل بيشتغل عليها واعتقد اللعيبه بتاديها بشكل كويس. يعني النهارده نفس القصه، شكل الجون النهارده اللي شريف عمله زي اللي جابه الماتش اللي فات، زي اللي حسين جابه وزي اللي شريف جابه برده في ماتش الزمالك، اعتقد الحمد لله جمله اللعيبه بتتقنها كويس دلوقتي الحمد لله. والحاجه الثانيه برده بقى اسلوب وستايل لعب النادي الاهلي برده، فاتمنى ان شاء الله بس ان اللعيبه يعني العاقل اللي بالنسبه لنا زي كل مره وباكد عليها برده، اللي هو طبعا توالي المباريات صعبه جدا عليهم، صعبه جدا عليهم. يعني يمكن النهارده انت بتلعب نادي المصري، وبشكرهم طبعا على ده، عملوا اداء كويس جدا خصوصا الشوط الاولاني. النهارده المصري انت بتلعب المصري وهو مريح حوالي 12 يوم او 13 يوم، انت لسه يعني 48 ساعه بالظبط ولعبت مباراه ثانيه، فطبيعي هيبقى في فروق بدنيه، لكن الحمد لله زي ما قلت لك ثاني ان التغييرات ادتنا الحمد لله افضليه وادتنا نفس كويس، وان شاء الله ربنا يوفقنا الماتش الجاي باذن الله. يعني كابتن انتوا احنا بنشوف التدريبات بنتفرج عليها، يمكن الناس مش شايفه التدريب بتعملوا فيه، يعني برضو نعرف الناس اكتر انتوا بتتعاملوا ازاي، خاصه انتوا بتلعبوا مباراه وتاني يوم بيبقى ضايع خلاص، يعني بنرجع من السفر في تاني يوم، في يوم بيضيع يوم واحد بس تدريبي يعتبر، وبعد كده بتلعبوا مباراه، يعني عرفوا برضو الناس بتتعاملوا ازاي في ظل الظروف الصعبه دي. زي ما انت قلت احنا ما بنلحقش، يعني ما بتلحقش اللي انت تتمرن، يعني انت في بيبقى في يوم ريكفري، يعني احنا النهارده بكره ان شاء الله، النهارده بقى يعتبر مش النهارده الساعه 12 في ريكفري، وبعد كده بكره تمرين خفيف عشان تخش المعسكر، فبتحاول ان انت تعمل ريكفري كويس، تحاول ان انت برضو تتكلم في الاخطاء اللي بتحصل في المباراه والحاجات الايجابيه اللي انت بتشتغل عليها بتاكدها، لان هو ده الوقت هو ده بس الوقت المتاح بالنسبه لنا اللي احنا نقدر نشتغل فيه يعني. ولكن برضو بكرر تاني بشكر اللعيبه جدا على الاداء وعلى المجهود، وان شاء الله بتمنى لهم التوفيق ان شاء الله المباراه الجايه. يعني احنا بنشكرك يا كابتن وبنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله في اللي جاي. شكرا كابتن سامي. كابتن ايمن دقق لقاءنا مع كابتن سامي امصار مدرب عام الفريق النادي الاهلي، ان شاء الله متواصلين مع حضراتكم مزيد من اللقاءات وتغطيتنا لمباراه الاهلي والمصري. كلمه ليك كابتن ايمن. شكرا جزيلا للزميل العزيز محمد توفيق.